الجمعيه لامور غيلا حب الفن شذرات تاملات اللي كتبها بالعربيه افكار شارده بالنيو نهار ايقونات التشكيل بصيغه المؤنث Je remercie tout d'abord l'association Abir Qraq et particulièrement M. Finish pour leur aimable invitation. Et je vous remercie aussi vous. Je suis venue présenter mon livre L'amour et l'art, qui est mon quatrième livre sur une série de 21. J'ai écrit sur la vérité et l'art, l'amour et l'art, chuchotement du silence, vivre ensemble, vivre avec soi, la danse en deux tomes, la musique en deux tomes, etc. L'amour est un sujet essentiel, c'est le sens, c'est notre raison d'être et nous devons venir l'expérimenter après tout ce qu'on a vécu dans ce monde et comme je l'ai expliqué, monde duel et cruel aussi. Donc si nous découvrons l'amour dans toutes ses facettes, nous avons plusieurs formes d'amour à expérimenter, mais si nous découvrons l'amour, alors nous avons gagné notre incarnation et nous sommes heureux. Kenza Frido, Montila, متعدده المواهب اليوم انا في رواق فاس لتوقيع ديوان مركب الهبال اللي هو الا بغينا نقولوا هو اختزال لواحد التجربه الحياتيه ديال كنزه فريدو. وفي الحقيقه الديوان هو عباره عن ثلاثيه يعني مركب الهبال اوبيريت ديال جنان البوهله ومسرحيه ديال هربه بوهاليه. ما نقدرش نحسم شكون تكتب فيهم هو الاول. وكاينين مجموعه من القصائد اللي هما داروا على احداث على وقائع، والاغلبيه ديال المسرحيات ديال القصائد هي من مسرتاد زجاله. انا جد سعيده اليوم بهذه الاستضافه في مهرجان مقامات اللي كتنظمو جمعيه ابي رقراق، وتنشكر شكر خاص للاستاذ ديالي السي عبد المجيد فنيش على هذه الدعوه الكريمه، لان جعل السواكن المجدوبه تحط الرحال في هذه المقامات وفي هذا المهرجان العتيد. السواكن المجدوبه هي مجموعه من القصائد اللي فيها الساكن، فيها جذبات روحيه، فيها مد وجزر روحاني. اليوم كان تجاوب مع الجمهور الحمد لله لقراءة من خلال قراءات ماتعة أنا ومجموعة من المبدعات. كانت جلسة بنون النسوة، جلسة باضخة، جلسة يسودها الكلام الراقي، الكلام الزجلي والكلام الذي ينبع من الداخل. فشكرا لكل هؤلاء وشكرا لكل المنظمين، وكنتمنى ان شاء الله الامتداد لهذا المهرجان. شكرا. الدكتور عبد الله الشيخ ناقد فني، سعيد جدا بالمشاركه ضمن فعاليات مهرجان مقامات بمبادره من جمعيه ابي رقراق في اطار هذه الحصه الشعريه الحالمة بامتياز، والتي جمعت بين ثلاثة أصوات شعرية بنوني النسوة، لكل صوت مقامته طبعا، لكل صوت أجواؤه، لكل صوت عوالمه على مستوى الشكل والمضمون والرؤية. وقد تفاعلنا بشكل كبير جدا مع هذه المقامات الشعرية التي قسمها المشترك طبعا الحب والجنون والسواكن بالمعنى الصوفي للكلمة، ها هنا بهذا الفضاء التاريخي الأثري. فكان الشعر حاضرا بقوة لكي يتمن الذاكرة التاريخية، كما أن هذه الذاكرة التاريخية احتضنت بامتياز القولة الشعري بكل تعابيره العالمة الأدبية وأيضا الزجلية. لا إله إلا الله.
لا تسجد للمولى ولا تبدي ما حمده تنادى لا ترفع ما أنت المقرب الله 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 الثاني هو شق السماع. حين تحدثوا عن السماع أولاً إذا أردت تدخل في الفلاحي الكل يندرج تحت اسم فن السماع، إنه فن إنشادي الأشعار المدينة الغامض والسمنتازي اللي تنظمه مدينة سهل العريقة وتعيناً جمعية أبي القراق، ويعتبر اليوم واحداً من أهم المهرجانات التي تعتني بالتراث ماديا كان وغير مادي. وفي هذه الدورة هناك وصل بين التراثين المادي وغير المادي، ودليل ذلك وهذا اللقاء الذي نجتمع فيه اليوم في هذه المنارة الباهية زاوية المساكة، هذا الفضاء الرائع الذي ينطق فيه المعمار والأقواس والزخارف والزليج والرخام، ينطق بالمعاني مع كامل الأسف أننا أصبحنا المعاني أمية بصرية لا نعي أن هذه الأشكال هي قيم وحضارة وتاريخ أسهم فيه أجدادنا كتبوه بدمائهم وأرواحهم، وعلينا أن نستخلص هذه المعاني وننقلها إلى أبنائنا. ومن بين المعاني التي تكتنزها هذا الفضاء معاني الفن، والأهم الفنون أو من أبرز الفنون التي كانت تعيش في مثل هذه الفضاءات ونحتاجها اليوم هو الفن المديحي والسماع الذي أشرفت اليوم على تعطيري أولى ورشاته، ولا سيما ما يتعلق بباب الشعر. الأشعار التي نظمت بالعامية الأندلسية واستمرت معنا، أو بقصائد الملحون التي نظمت بالعامية المغربية ولا سيما بالبلاوي. أعتقد أن مثل هذه الدورات أساسية ومهمة وليست ثانوية. رواهم يعتقدوا أن هذه الأشياء ثانوية، الأشياء لأن من صميم ثقافتنا وروح هويتنا، وهي التي نستطيع أن نجدد بها انتماء أجيالنا إلى مغربهم الحضاري. بدون ذلك سوف يظل أبناؤنا ينتمون إلينا مجازيا ليس حقيقة. الانتماء الحقيقي إلى المغرب والانتماء المغرب حضاري، ولهذا إمارة المؤمنين تهتم كثيرا بالمظاهر الحضارية للمغرب لإيمانها ولإدراكها وإدراك مولانا أمير المؤمنين حفظه الله أنها مسألة أساسية. لا انتماء إلى المغرب إلا بانتماء حضاري للثقافة المغربية بتعدد مكوناتها، لكن هي التي تزرع في الإنسان المغربي تلك القدرة على الحضور والفعل في التاريخ والإسهام في صناعة الحضارة في السياق المعاصر. بدون ذلك سوف نظل أرقاما، والمغربي لم يكن قط رقما بل كان دائما فاعلا في التاريخ. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.